كتاب الطهارة وإن شاء الله نأخذ باب واحد وهو المياه الماء. قبل بداء البدء أولا لابد الإنسان يتفقه في الدين، وذكرت حديث في الأسبوع الماضي وقلت من يريد به الله خيرا يفقهه في الدين، والعلماء فهموا مفهوم المخالفة أي عكس الحديث، فالذي لا يريد أن يتفقه ولا يزعم في التفقه ولا معناه كأن الله تعالى صرفه أو صرف عن الخير، فليس لابد أن يتفقه، وليس بالضرورة أن يصير مجتهد عالم، لا، أن يتعلم وقل ربي زدني علما. وسيدنا موسى عليه السلام كان نبي مرسل، ولكن عندما علم أن هناك من هو أعلم منه هاجر إليه وهو الخضر، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وهو نبي وكان يعتقد أن ليس فوقه أي من الخلق من هو أعلم منه، لأنه عنده الرسالة، ولكن أعلمه الله تعالى أن هناك من هو أعلم منك، فسافر إليه وترك قومه وترك دعوته وترك إلى يزداد علما. ولا يوجد خصلة في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسأل الله منها المزيد إلا العلم، لا المال ولا أي شيء، وقل ربي زدني علما. وقلت أن العبادة لا بد لها من علم، أي لا يجوز أن يتعبد الرجل ربه بالجهل، لا يقول أنا أصلي كيف ما أشاء أزيد أنقص، لا، لابد فاعلم أنه فاعلم قدم العلم على التوحيد، قدم العلم على أي، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. إذن فلابد الإنسان يتعلم، والآن قلت وسائل العلم لا يوجد عذر، وطالب العلم فريضة على كل مسلم، ليس نافلة، ليس مستحب، ليس تطوع، بل هو واجب. الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي وظيفتنا في الحياة أن نعبد الله تبارك وتعالى، لا تصح ولا تقبل العبادة بالجهل، فلا بد من العلم. إذن الإنسان لا بد أن يتعلم، وقلت اليوم صحيح الناس مشغولة بدنياها، الآن انشغالات الدنيوية، وهذه سنة الحياة، انشغالات كثيرة، الإنسان ممكن 8 ساعات 6 ساعات في شغله، لكن الله حكيم ورحيم، كون الناس مشغولين فالله تعالى يسر لهم العلم، فقط عبارة عن أزرار بطن مسجل سج أي شيء، تسمع وتشتغل في السيارة وانت تسوق تستمع، على الأقل تبرئ ذمتك أمام الله أنك سعيت وتعلمت. فلا بد أن يتعلم، ويدخل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم كن عالم أو متعلم، أي إنسان يدخل في هذا، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر إلا عالم متعلم أو ذكر الله وما ولاه. إذن فالإنسان يدخل في هذه فيها هذا الصنف من طلب العلم والتعلم خاص دين الله تبارك وتعالى، في يوم القيامة لا يجد أنا كنت مشغول ما كان عندي وقت، كان عندي أولاد كثر، والله الوظيفة صعبة جدا، ليس عذر أمام الله تعالى يوم القيامة. فالإنسان مطالب أن يتعلم باستطاعته، لو كل يوم 5 دقائق 10 دقائق أي 20 سنة أو 30 سنة سيرى مجتهد في أي مسألة يدرسها جيد، 5 دقائق فقط في اليوم، 10 دقائق فقط في اليوم، الإنسان يستطيع أن خلال سنوات يستطيع أن يلم بجميع مسائل التي يحتاجها فقه الحال، الفقه الذي يحتاجه في التعبد، في الاعتقاد، في السيرة، في التفسير، 10 دقائق في اليوم فقط، قبل النوم، بعد النوم، في وقت الراحة، وهكذا. لا نطيل في هذه المقدمة. قلت في كتاب الطهارة أي إنسان كيف يتطهر، لا نتعلم للزيادة في المعلومات، هذه النصوص مقدسة من عند الله تعالى، قرآن وحديث، فلا بد أن يتعلم. الصحابة لماذا تغيروا؟ كانوا يعبدون الأصنام ويقتلون الأطفال ويشربون الخمر ويقطعون الطريق، ولكن تغيروا بسرعة، وب25 سنة فتح الله بهم العالم. لماذا؟ لأن كانوا يتلقون هذا الوحي، الوحي القرآني أو النبوي، ليس لازدياد المعلومات، لا، لتغيير الحياة. فرق بين أن تزداد معلومات وتغير الحياة، فكان الصحابة كانوا يتغيرون في اللحظة، عندما نزل تحريم الخمر كانت الأكواب والقارورات الخمر وتنكات الخمر في أيديهم ومن حواليهم وفي بيوتهم، فلما قال فاجتنبوه أي الخمر تركوه في اللحظة، ما قالوا سنسأل سنتأكد نبيع هذا للعام القادم، لكن هذا مسموح الذي في يدك، لا، فورية الاستجابة. فالإنسان ينتفع بهذا العلم وبهذا النور وبهذه الهداية القرآن وحديث ودين الله إذا استقبله أنه شيء لتغيير الحياة ليس للثقافة بل ليغير الإنسان، فكان كما قال الصحابة
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغنا، أي يخرج ما فينا من جاهلية، فينا أخطاء، فينا معاصي، فينا ذنوب. فجاء الإسلام ينظف ثم يزرع الخير. فالإنسان فيه خير، مخلوق لله تعالى كله خير. قال خلق الله تعالى البشر أو خلقت عبادي حنفاء على الملة الصحيحة، فجاءت الشياطين واجتالتهم. إذن الأصل فيهم الخير، فإذا وجد هذا الأصل فيه خير وأصله خير، ووجد الخير والهدية من الله أثمر وأزهر وأعطى الخير لنفسه ولغيره. إذن فالخير موجود، لكن لا بد أن نأخذ هذا الدين، نأخذه لنغير، نتغير، نسمع قالوا سمعنا وأطعنا. فعندما أنا أسمع قول النبي قول عظيم، قول الله تبارك وتعالى قول عظيم، فلا أتعامل معه كأن أقرأ في جريدة أو الله قال فلان، لا، هذا كلام ربنا تبارك وتعالى، فأحاول أن ألتزم وأمتثل قدر ما أستطيع. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني الإنسان ليس مجرد يقرأ أحاديث سيصير أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان في الليلة هذه. هي تغيير النفس ليس عبارة عن press the button، ما شاء الله the light on ولا switch off the light button the light is off. لا، أي نفس بشرية. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى وصل إلى المدينة ومع أبا ذر، من أبا ذر جبل، قال أم أبا ذر، يموت يعيش لوحده ويبعث لوحده ويموت يحشر لوحده يوم القيامة، ولكن قال لبلال يا ابن السوداء، عيره وهو في المدينة، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، معناها رباه النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طوال، لكن الضعف البشري هو هو، أي يبقى الإنسان ضعيف، أحيانا يسقط ولكن يتغير ويقوم ويفيق. هكذا الدين وهذه النصوص التي ندرسها. فالفقه ليس عبارة فقط مجرد كيف أتوضأ، لا، هناك معاني أخرى. لأن هذه الطهارة لماذا؟ أقف بين يدي الله. لماذا نتطهر خمس مرات مع أن ممكن ذراعي أو وجهي ليس فيه أي شيء، ليس فيه وساخة؟ لأنه يريد أبعد. قال تبارك وتعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، معناها أنت ستقف بين يدي الله الخالص العليم الحكيم الخبير الجليل الجميل سبحانه وتعالى، معناها الكامل في كل صفاته. فأنت تقف بين يدي الله، فليس فقط إسقاط الفريضة، أنا صليت كيف ما شاء كيف ما جاءت وأنا توضأت، لا، أنت تستعد لأن تقف أمام رب الأرباب. فكان علي قبل ما يتوضأ كان يتغير لونه، وإذا بدأ الوضوء تغير شكله وتغير لونه. قالوا لماذا؟ قال أنا مقبل أن أقف بين يدي الله تعالى، خاف. نحن لو الآن واحد منا جاته invitation رسالة، قال والله عندك لقاء مع الرئيس الفلاني، لو قالوا بكرة يرفض، يقول أنا من التردي، أنا ما مستعد، كيف أتكلم، ماذا ألبس، ما هو العطر الذي أخذه، لا أعرف هذه الدبلوماسية أو الدبلوماتيك. إذن يحتاج إلى وقت، وهذا مخلوق. ثم إذا قالوا بعد شهر يفكر ويسأل الخبراء كيف أجلس وكيف أنظر وكم أفتح فمي وكم كلمة أقول وما هو الصياغة التي أقولها، وهو إنسان مخلوق. إذن فهذه الطهارة التي تكلم فيها العلماء وتوسعوا فيها وذكرها الله تعالى، أي أنك تستعد لملاقات رب الأرباب. فإذا كنت تطهر يدك وهي نظيفة خمس مرات يعني أو أقل أو أكثر، فمعناها أن تكون طاهرا كلك عندما تقف، تصل لحظة الوقوف بين يدي الله. مخك، قلبك، جوارحك، أخلاقك، سلوكك، معناها أن تكون طاهرة، وإلا لا نستحق أن نقف بين يدي الله. معناها أننا نسعى إذا كن هذا الجسد نظيف مغطى وتنظفه، ما بالك الأشياء الأخرى التي ربما لا أمسها عام كامل، ما طهرت لساني عام كامل، ما طهرت قلبي عام كامل، ولا صدري عام فيه بغضاء وحقد ونميمة وغيبة، ثم الله أكبر، مع أن الله الذي قال أوجب علي الوضوء هو الذي أوجب علي ألا أغتاب ولا أحقد ولا أتكبر. فكيف أقف بنجاسة داخلية مع أنني تطهرت من الخارج ما شاء الله look nice؟ إذن فلا بد، هكذا الصحابة كانوا يفهمون هذه المعاني، ليس مجرد والله شوية مية هكذا والله أكبر وخلاص. إذن لابد أن أستشعر أنني مقدم على الوقوف خمس مرات أمام الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن أكون على الأقل فعلت ما أستطيع لأستحق أن أكون من هؤلاء الواقفين بين يدي الله تعالى. فالصحابة وسلف هذه الأمة كانوا يستشعرون هذه المعاني، كان إذا وقفوا أمام الله
حتى أحدهم كان يقف، ما كان عندهم بيوت يعني، كانت عندهم بيوت بسيطة، فواحد من خشوعه لله كانت جارته، بنت جارته تراه فتقول لأبيها ما من خشوعه وخضوعه أمام الله كان كالوتد، كل جذع يعني، كان piece of wood يعني. فلما مات هذا الشيخ أو هذا الصالح، بنته بنت هذا الجار تقول لأبيها، تقول له هذا الجذع اللي كنت أراه أنا سقط راح، هو إنسان يعني، كيف كان يقف بين يدي الله تعالى، أي في خشوع وخضوع وخوف وجلال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقف الإنسان بين يديه. إذن فهذه الطهارة التي ذكرها هي إشارة للإنسان، إذا كنت تتطهر في هذه الأشياء التي تضرها أنت ما فيها أي نجاسة أي وساخة، فمعناها أنك تتطهر أكثر في المواطن التي لا تراها، وفي المواطن التي لا يراها أحد إلا رب البرية، وهي سرائر الإنسان ودواخل الإنسان وسلوكيات الإنسان مع الله تعالى. فلذلك العلماء أطالوا النفس في الطهارة هذه كثيرة، إشارة من ورائها أن الإنسان يتطهر في الأشياء الأخرى التي لا يعلمها إلا الله أكثر من هذه الطهارة، لأن هذه الأخرى أصعب، وأهل هذه سهلة كل واحد يستطيع عليها، لكن الطهارة الأخرى ربما لا تزول حتى بالبليش وأشياء أخرى لا تزول، فتحتاج إلى جهد كبير جدا. إذن فلا بد من استحضار هذه المعاني، والإنسان مقبل على الطهارة وعلى الوضوء، فلا بد أن كما طهرت الأقل بين الذي طاهر ليس على نجاسة ولا على حدث، إذن فلا بد أن أكون داخليا مستعد أن أقف بين يدي الله. فالذي يرد غير المتوضي والذي لا يقبل صلاة من أحدث إلا بعد توضئه هو نفسه الله الذي قال لا تأتيني وبقلب أسود على الناس، وبقلب وبصدر ضيق على الناس، وبلسان متلجس بالسب وبشاعة الكلام ورداءة الكلام والغيبة والنميمة، هو الله، الصلاة له هو نفس سبحانه وتعالى. فالذي أوجب هذا أوجب هذا، ولا يوجد فرق، بل نجاسة القلوب ونجاسة الصدور أسوأ، فإن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إذن فهذه قلت العلماء يشيرون إليها ربما خفيفا، لكن هي التي غيرت الصحابة عندما كانوا ينظرون إلى هذه المعاني التي ذكرت، ونسأل أن ينورها علينا في الدنيا والآخرة. إذن هذا اليوم قلت باب المياه، بدأ العلماء بباب المياه، والماء نعمة كبيرة يتطهر بها الإنسان. ما هو المقابل؟ الله تعالى في القرآن دائما قارن بالمياه، المياه يطهر الأشياء الحسية تراها، ما هي الشيء الذي ذكره الله تعالى في القرآن؟ شبهه بالماء كمثل غيث أنزلناه، نعم القرآن شبهه. إذن فالماء يزيل ماذا؟ النجاسة الحسية، والقرآن كذلك يزيل كل النجاسات المعنوية. فأمثلة قرآنية كثيرة جدا في القرآن، شبهه بالماء، أي فيه حياة وفيه طهارة وفيه لولا الماء لا يوجد شيء للحياة، أي لا يكون معنى للحياة ولا يقدر الناس على الحياة. إذن فالقرآن فبدون قرآن الإنسان يكون في تعاسة وفي ضيق. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نعود إلى المياه التي نتطور، هي نعمة من الله، والإنسان يتعامل مع الماء كل يوم، يتعامل مع الماء كل يوم فيشعر عظمة الله تبارك وتعالى. هذا الماء اللي هو مكون من أكسجين وهيدروجين لا يستطيع الإنسان أن يخلقه، فالله تعالى هارون الرشيد الماء ممكن الإنسان يتوضأ يعني يحدث فلاد، يعني ممكن هو الكوز فلاد يعني wasting of water. فهارون الرشيد كان في أظن خارج في صحراء أو كان عاطشة، قال أتوني شربة ماء. قالوا أحس العلماء قال يا هارون الرشيد لمنعت هذه الشربة، هذه الجرعة من الماء كم تدفع؟ وكان خليفة، قال أنا مستعد من أجل هذه الجرعة من الماء أعطي نصف ملكي. هارون الرشيد كان أمير على المسلمين يعني، قال أنا مستعد أعطي نصف ملكي فقط أشرب. طيب قال لو أن الله حبسها ما استطعت تذهب للحمام تخرجها كم تدفع؟ قال ادفع نصف الباقي. قال سبحان الله، ملك لا يساوي شربة ماء ولا إخراجها، كل ملكه لا يساوي هذا الشيء. إذا فالإنسان كذلك يستشعر عظمة الله، فالإنسان يتعبد، ليس يتعبد في كل لحظة من لحظاته،
يستشعر هذا الماء الذي أنزله الله تعالى من السماء فيه دلالة على قدرة وعظمة الله، فيبدأ الإنسان في التعبد لله تعالى في كل أحواله. فالمياه فالله تعالى هو الذي خلقها والذي سخرها والذي جعلها نعمة للبشر. فالعلماء في الفقه قسموا المياه إلى كم قسم؟ يلا حتى ما يكون نريد نشارك الكلام، كم قسم العلماء المياه إلى كم قسم؟ المياه في الفقه من الناحية الفقهية قسمها العلماء إلى كم؟ إلى ثلاث أقسام. ما هي؟ القسم الأول طاهر ومطهر. ما معنى طاهر ومطهر؟ أي clean and you can use it for عبادة. طاهر مطهر. والقسم الثاني طاهر غير مطهر. ما معنى غير مطهر؟ أي هو طاهر ليس نجس، لكن لا يجوز لك أن تتوضأ به. من يعطيني مثال؟ ما المستعمل اللي بتتوضأ فيه؟ مستعمل نعم، كذلك مع محور؟ شاي. نعم؟ يعني الشاي طاهر بنفسه غير مطهر. أخي مثال، مثال في الحياة، أنت تمشي وجدت ماء، هل وجدت ماء؟ المياه الراكدة، المياه الراكدة ممكن تكون متجائزة، يعني ليس تكون يجوز لك أن طاهرة مطهرة. مثال آخر الذي لغى ألغى فيه الكلب يكون نجس إذا كان قليل. نعم إذا كان البول، إذا كان الماء كثير غير جاري، إذا كان الماء غير جاري يكون نجس، وإذا كان قليل يكون نجس. لكن يكون غير طاهر غير مطهر إذا كان فيه النجاسة. لكن ما يكون غير يكون طاهر في نفسه، ولكن لا يجوز لك. لو مثلا الماء عندك قارورة ماء ملأته بالعطر بالبارفيوم أو بمثلا فانتا أو عصير أو شيء، فالماء صار أغالبيته فهو طاهر، فتستطيع يعني تستخدمه في حياتك اليومية، لو عطشت تشربه، لكن لا تستطيع أن تتوضأ به. فهذا يسمى طاهر ولكن ليس مطهر. لو جيت تتوضأ به وضوءك ليس بصح، لا يصح. ليش؟ لأنه هو فقد يعني وأحد عناصره الثلاث. إذن هذا القسم الثاني، الأول طاهر مطهر، والثاني طاهر يجوزك أن تستخدمه في حياتك الدنيوية والعادية، ولكن لا يجوز أن تطهر به كإزالة الحدث يعني الوضوء أو الجنابة وغيرها. القسم الثالث ما هو؟ النجس. طيب النجس، الماء النجس، الماء النجس العلماء عرفوه يعني إذا تغير الماء، الماء له ثلاث أوصاف، ما هي؟ لونه، طعمه، ريحه. فإذا تغير الماء، تغير منه أحد هذه الأوصاف، واحد يكفي، ليس بالضرورة ثلاثة. فإذا تغير وصف واحد الماء صار غير جائز للاستعمال. مثلا كوبيت فيه غاز، الغاز ما يظهر، لكن لما تشم هذا ليس مياه، إذا لا يجوز استخدامه حتى وكان لونه مازال كما هو أو بترول أو أي شيء. فإذا تغير طعمه أو ذقته ممكن واحد ما يشم، فالله رحيم، يعني قليل واحد لا يشم لا يسمع عليه. فإذا ما استطعت تميز ببصرك بلسانك أو بأنفك فذقته وجدته ريحته ليست مياه، ريحة ممكن بنزينة، إذا لا يجوز استخدامه. إذن هذا تقريبا ملخص الباب في المياه، وهذا تقريبا جل الفقهاء يتوسعون يشرحون هذه الثلاثة فقط، هذه أقسام المياه الثلاثة، طاهر مطهر، طاهر ليس مطهر، وكذلك نجس لا طاهر ولا مطهر. فهذا طبعا لا يستخدم لا للعادة ولا للعبادة، أي لا يجوز لك أن تغسل به ملابسك لأنه فيه نجاسة، ولا يجوز كذلك أن تستخدمه للعبادة. سنقرأ الباب بسرعة. يقول صلى الله عليه وسلم، وقلت النصوص متعبد بها، يعني إحنا لما نسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن فهذا يعني نص مقدس يحتاج الإصغاء إليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال صلى الله عليه وسلم في البحر، أي جاء صحابي سأله عن ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال سألوه هل يجوز أن توضى بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو الطهور، يعني طاهر مطهر، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أي حلال الشيء اللي مات في البحر، أي من مما يعيش، ليس نأخذ خروف يموت في البحر نقول والله ما شاء الله انظر الحديث، لا، لازم يكون يشترط فيه يكون يعيش في البحر، سمك ولا قرش ولا ما أعرف، كل ما عاش في البحر فالحل ميتته، إذا أخرجه الأربعة. إذن هذا، إذن هنا ما هو الشاهد؟ أن ماء البحر كله طاهر، يجوز لك أن تتوضى به تغتسل به، وإذا تقدر تشرب على راحتك على كل حال.
الأصل في المياه الطهارة. يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء في الخلقة طهور لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه ثلاثة: اللون والطعم والرائحة. وبعض العلماء قالوا إذا طبعاً إذا كان قليل، واحد عنده نصف لتر وقعت فيها نجاسة يتنجس حتى لو لم يتغير لونه. لو كان عندك مية، نصف لتر مية أو لتر مية أقل من قلة، والقلة قالوا حوالي 120 لتر. فإذا كان إذا وقعت النجاسة في الماء القليل يتنجس ولو كانت قطرة نجاسة. يعني لو إنسان عنده قطل نصف لتر ماء وقعت تبول فيها ولد جل الله قدركم، فهنا الماء صار نجس لا يجوز التطهر به، وإن كان ما تغير شيء فيه لأن الماء قليل جدا. نعم. يقول كذلك: متى يفقد الماء طهوريته، أي متى الماء يصير غير طاهر؟ قلنا إذا فقد أحد أوصافه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. نعم، أخرجه ابن ماجة رحمه الله. إذن هذه قاعدة عامة عند الفقهاء: ما تغير اللون والرائحة والطعم. كذلك للإمام البيهقي في حديث آخر قال: الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. نعم، فإذا وقعت وغيرت فصار نجس. يقول كذلك في حديث: إذا بلغ الماء قلتين، قلنا هي إناء لا نعرف جرة، لا نعرف ماذا يقول بالإنجليزية الذي لا يعرف، لا توجد القلال عندنا في هذه الديار، حين يضع فيه التنكة للزيت في بلادنا من الفخار أو من الطين المطبوخ. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين، وقلنا القلة الواحدة تقريبا 105 لتر، القلة الجرة. نعم، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي إذا كان كبير، إذا زاد عن 210 لتر وقعت فيه نجاسة قليلة ولم يتغير فيه شيء صارت ما يتنجس. عندك مثلا 210 لتر وقع فيه قليل من النجاسة، فهنا الماء ولم يتغير لا لونه ولا ريحه ولا طعمه، فهنا يجوز لك أن تتعبد به وأن تستخدمه في العادة إذا تقدر. بعض الناس لا يستطيع نفسيا، ولكن ما ليس حرام عليه، ممكن هو لا يستطيع يستخدمه للعادة يطبخ به، يقول لك لا في بولة وكذا، ولكن حكم الشرعي فيه أن هذا الماء طاهر يجوز التعبد به ويستخدمه في العادة كذلك. من الأمور المتعلقة بالمياه النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم. إذا كان الماء دائم راكد لا يتحرك، الأولى لا يجوز الاغتسال فيه، أي يدخل في داخله ويغتسل فيه، إما المحافظة على الماء، وكذلك للآراء التي تقول أن الماء المستخدم في الجنابة يتنجس لا يجوز استعماله مرة أخرى، في رأي للفقهاء. فإذا كان الماء الراكد لا يدخل فيه الإنسان، إذا كان يجري نهر أو كثير المياه لا بأس، أما إذا كان راكد فتأخذ منه سواء في الدلو وتغتسل به أو تتوضى به، لكن لا تدخل في داخله وتغتسل، خاصة غسل الجنابة. نعم، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم أي الراكد وهو جنوب، أي يكون على جنب يغتسل فيه. والإمام البخاري رحمه الله قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، يبول فيه جل الله قدركم ثم يغتسل منه، كذلك لا يجوز. أولا ممكن ربما الماء لا يتنجس، لكن مظنة النجاسة ومظنة إفساد الماء لحاجة الناس إليه، وربما للشرب أو للوضوء، فممكن يأخذ الماء ويستنجي بعيد ويتوضى بعيد. كذلك ولمسلم: ولا يغتسل فيه من الجنابة في داخله، أما يغتسل منه فلا بأس يجوز، أما يغتسل في داخله فهذا لا. والإمام الشافعي عنده إذا دخل الإنسان وكان على جنبة في ماء كثير، يعني ماء راكد، لا، فمجرد دخوله فالجزء السفلي الذي فيه جنابة قد نجس أو قد أذهب طهارة الماء بمجرد ما يدخل، فلذلك لا يجوز له أن يدخل ويغتسل في داخله. النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، إذا كانت المرأة اغتسلت زوجها أو اغتسلت وبقي شيء من مائها، فالراجح أنه على كل حال جائز. طبعا الآن كلنا بالشاور ما شاء الله، يعني لا يفضل ولا شيء. نعم، لكن الأحوال تتغير، هذه الأحكام صالحة لكل زمان مكان، اليوم عندنا ممكن بكرة ما عندنا، وهكذا، وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولكن إنسان يتعلم دين الله
إذن فإذا بقي شيء من اغتسال المرأة فيجوز للرجل أن يغتسل به. في حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، هذا كان في أول الأمر، ولكن الحكم الثابت الباقي الأخير أنه يجوز. يعني لو اغتسل الرجل وبقي من مائه شيء أو اغتسلت المرأة وبقي من مائها شيء أي ذي الدلو يجوز أن تتوضأ به ويجوز هي تتوضأ به أو تغتسل به أو هي تغتسل به. قال صلى الله عليه وسلم ما جاء في جواز ذلك وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. إذن يجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة وهي أم المؤمنين. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، جفنة إناء هكذا وعاء كبير في ماء، فجاء يغتسل منها، أي النساء النبي اغتسلن منها، بعد ذلك جاء النبي ليغتسل، فقالت أي إحداهن إني كنت جنوبا، أي أنا كنت على الجنابة واغتسلت منه وبقي هذا الماء، أي كأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تغتسل منه فإن الماء قد أصابته الجنابة بمجرد مس له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، أي الجنابة الحكمية التي فيك لا تنتقل إلى الماء، فبين إذن جاز توضؤ به أو الاغتسال به. كذلك تكلم العلماء عن نجاسة الكلب، الكلب إذا ولغ فيه أي إذا لعق من الماء، شرب من الماء وأدخل لسانه فيه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم طهور أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، إذا ولغ في الإناء لا يقول الله عندي مواد كيميائية لا دع لا، والإنسان يحاول يأتي بالسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إتيان بالسنة تعبد وفيه تطهير. وحتى الآن هؤلاء العلماء أثبتوا أن هذه الجراثيم التي في فم الكلب لا يزيلها إلا التراب، والتراب كيف إنسان يعني إذا كان عنده كلب ويريد يستخدم الإناء، إذا كان الإناء خاص بالكلب لا حاجة لتنظيفه، لكن في السابق ما كان عندهم أواني، ممكن بيتكامل تجد فيه إناء واحد يأكل فيه أهل البيت وتأكل فيه تشرب منه الماعز والغنم والكلب، هذا الموجود. فإذاك جاءت هذه الأحكام للتخفيف، أما اليوم ما شاء الله كل واحد عنده صحونه حتى بين البشر. نعم، لكن قلنا فإذا يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، أي التراب يكون مبلل بالماء، تراب عجيل ليس تراب يعني باودر جاف درايد، ثم يمسح به الإناء ثم يغسل بعد ذلك بالماء، فتكون يكون التراب الأول حتى توفر الماء ولا تزيد ثمنا. التراب 7 مرات ولا الماء؟ لا، مرة واحدة بالتراب والباقي مرات. نعم 7 مرات، بعضهم جاءوا قالوا 7 مرات بالتراب وبعضهم قالوا 8 بالتراب، ولكن لا بأس إذا كان 7 مرات أولاهن بالتراب، معناها واحدة بالتراب و6 بالماء، ولكن لو في حديث في رواية أخرى 7 مرات 8 مرات أولاهن بالتراب لا بأس. الهرة القطة ليس فيها شيء. قال عن أبي هريرة عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، أي القطة ليست نجس، طبعا إلا إذا رآها الشخص تأكل النجاسة كأن تأكل فأرة ميتة أو تأكل عذرة أو تأكل أي شيء، فهنا طبعا تكون نجسة، فتكون إذا كانت أكلت وجاءت ولغت في الماء وشربت من الماء فلا شك أن هذه النجاسة التي فيها تنتقل إلى الماء، فإذا كان الماء قليل لا يجوز استخدامه في الطهارة. لكن أصل القطة ليس فيها شيء، لا في لعابها ولا في جسدها ولا في أي شيء. قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين. انتهى الوقت ولا لا؟ انتهى. طيب بقي تقريبا 4 أحاديث تريدون تقبلوهم؟ نعم. طيب خير إن شاء الله. أيضا قلنا الطهارة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين أو الطوافيت عليكم في رواية، أي هرة ليس فيها شيء. الطهارة من البول، أي البول. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة من المسجد، أي جاء أعرابي فبال في المسجد، فكيف يطهر؟ أي يصب عليه الماء القليل الكثير، فبال في طائفة من المسجد في جهة من المسجد فزجره الناس أرادوا أن يضربوه وأرادوا أن يعنفوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه اتركوه. نعم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أخلاقه ورحمته وشفقته وحسن تعليمه بالناس، قال لما لو نهاه ربما النجاسة سقطت في المسجد كله وفي ملابسه ولا يستفيد ويكره المسلمين إلى آخره، فالنبي قال اتركوه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما أقصى بوله، أي لما انتهى من بوله
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، أي دلو، دلو إناء من ماء، وصبه فوق فوق البول أو المكان الذي فيه، فأهريق عليه. طبعا لا يشترط حفر الأرض وإزالة المسجد كله، موجود هذا في كتب الفقه، يعني موجود هذا في كتب الفقه أنك لابد تحفر وإلا الأرض ما تطهر، ولكن هذا تكلف وشرعنا ليس فيه تكلف، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما يهدم بيته كله. نعم، إذن فيكفي أن تصب الماء الكثير، يكفي لطهارته، ولا ترى عين النجاسة ولا تشم رائحة النجاسة. فإذا وضعت الماء وما زالت رائحة النجاسة أو عين النجاسة فمعناه يحتاج إلى تطهير أكثر. هناك كذلك أحلت لنا ميتتان ودمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. هذه حلال، معناه إذا وقعت في الماء الماء طاهر. الجراد، الجراد تقولون لوكس، نعم يسموه بالإنجليزي لوكس، نعم. إذن هذا إذا كان ميت أو حي وسقط في الماء فالماء طاهر، وكذلك الحوت كان حي وميت ووقع في الماء فهو الماء طاهر. الحوت ما هذا السمك يا شيخ؟ السمك، نعم السمك، ما السمك كله حوت، سواء كان الكبير والصغير كله حوت. لا لا كله سمك. قال آتنا حوت، لا قال سيدنا موسى مع الغلام في الحوت كان معهم ليس 20 كيلو. قال وأما الدمان فالطحال والكبد، الكبد الليفر والطحال ذا جولدر، الطحال طحال الكبد الليفر، لكن الطحال بالإنجليزية هو الكبد بالعربي، بس بالانجليزي ما بنعرف، بس بالطحال هو الطحال احنا نعرف بالانجليزي، والليفر اصبح السابق الكبد الليفر، نعم جولدر ولا اسمه لا جولدر بلاد، نعم نعم جولدر. اذا هذا ليس في شيء اذا وقع في الماء لا ينجسه الا اذا كان فيه الدم الكثير. بيان ما يفعل من وقع الذباب كذلك طاهر، اذا وقع في الماء فليس الماء بنجس، حتى لو كان الذباب يرعى يسقط على النجاسه فوقوعه على الماء لا ينجس الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من معجزاته، قال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، أي تدخله أكثر. نعم هذا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن نفوسنا لا تحب، هذا يعود إليك، إذا لا بعض الناس إذا غمسه يرميه هو بالحليب بالمية، لا طبعا هذا إسراف ونعم، لكن إذا إنسان نفسه لا لا يجب عليه أن يشرب ذلك، لكن أن الذباب إذا وقع في الماء ليس بنجس، فالذباب في الماء طاهر مطهر. في رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر الشفاء. ومن معجزات النبي أنه إذا وقع الذباب لا يقع على الجناح الذي فيه الدواء، لأنه يدافع عن نفسه، defending himself، he pick always على جهة المرض، the disease side، فلا بد أن تضعه على الجهة الأخرى حتى يكون balancing. نعم نعم، وهذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. حكم ما قطع من البهيمة، إذا قطعت عضو من البهيمة، مثلا البهيمة حية خروف أو بقرة أو شيء حي، وقطعت منه ذيل أو أي شيء، فهذا يعد نجس. ما قطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، والميت حاجة الميت إذا وقعت في الماء تنجسه إذا قطعت، غير الصوف والشعر هذا شيء آخر، هذا ليس له حكم النجس. لكن إذا قطع شيء ذيل أو رجل قطعت من الحيوان الحي فحكمه حكم، نعم، أو أذن أو أي شيء، فهذا نجسة، لأن حكم الميتة، فلا يجوز طبعا أكلها ولا يجوز أن تقع في الماء الطاهر فإنها تنجسه. كذلك أظن هذا آخر شيء، آخر حديث، عفوا ربما أخذنا وقت، كم تأخرنا اليوم؟ نص ساعة. كلامك أحسن من العسل. إذا في سؤال أو لا نريد أن نحافظ على الوقت إن شاء الله تعالى. نعم جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، بارك الله فيكم ونفعنا إياكم بما سمعنا ونقول.